الشهيد هو اللي بيقدم الشهيد للمسيح هل ماتوا إيه وهل بيتحد معه بالمحبة. وهي بيقدم الشهيد هو اللي بيقدم الشهيدة الإيمان الحقيقية وبيتحمل الموت بقوة الشهيدة. لكن شو كان يقول الشهيد القديس إغناطيس الأنطاكي بطريرك الإسطنطينية لما كانوا أخذينه إلى الاستشهاد والشعب قام صد بالطريق يعمل مظاهرات ولم يقبل إنه يترك البطريرك هذا القديس وقفين سدين الطرقات ممنوع يروح. شو بقلن لكن دعوني أصير تعامل للوحوش فبها سأعطى البلوغ إلى الله. وبعدين بيقول لهم أنا تكوني يكون انطحن تطحني أنياب الوحوش تصير خبز ليسوع المسيح. هذا عزمة الشهداء الكبار